عربون المحبة اللي بينا. اللي هو ايه؟ زي كنت هتعرف. ورقة طلاقك. لا يا شيخ، ده انا كنت نسيتها والله. انا بقى ما نسيتش. سوري انها اتأخرت شوية. بس اول ما طلعت انا قلت لازم اجيبها لك بنفسي. عشان تعرفي بس ان انت غالية عندي. وهتبقي غالية اكتر لو حطيت ايدك في ايدي وعملنا بيزنس مع بعض. ده اللي هو ازاي بقى يا ياسر؟ بص يا اميرة، البيزنس فوق اي حاجة في الدنيا. انا عايزك تروحي ليوسف وتقنعيه ان هو يمضي عقد الشراكة اللي بينا علشان نشارك بعض في المستشفى. تمام، موافقة جدا، بس عندي شرط واحد. أعرفه؟ تروح بكرة الصبح النيابة وتقول لهم إن أنت تعرف ومن زمان عن العلاقة اللي ما بين خالد ويارا أختك. أمضي العقد الأول مع يوسف، تاني يوم هبقى في النيابة. طب وبالنسبة للعقد، أنا ماليش نسبة فيه ولا إيه؟ هو أنت ما بتفوتيش حاجة كده؟ هنشوف الموضوع. النيابة والنسبة.